الآن راح نكون معاها مباشرة من الصين لنحكي عن آخر مستجدات دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022. يسعد مساكي ميسون، وأهلا وسهلا فيكي. مساء الورد عيد، وشكرا على الكلمات الجميله اللي عم تحكيها، دائما انت رافع معنوياتنا. سعدانين كثير. احنا هلا موجودين بإستاد لوتس الكبير، هو اكبر استاد والرئيسي هون. عم بنشوف قاعدين بكل النشاط، يعني اليوم مباراتهم مع الفلبين الثالثه، فوزين ورا بعض، طبعا هم مستأنسين المجموعه بفارق الأهداف كان، ولكن مع الفلبين اليوم إذا ما فزنا حنتأهل على طول لربع النهائي. إذا ما حالفنا الحظ بعيد الشر، يعني ممكن أن نفوز بشباب أخرى عشان نتأهل، يعني حتكون أصعب كثير. الشباب ما حياخذوا راحتهم، لهيك تمنينا النتيجة لغاية هلا 11-6 لصالح الفلبين، لسه المباراة بأولها وبالربع الأول. على صعيد ثاني خلينا نحكي عيد عن مستوياتهم اليوم، كمان كان أداء مخيب للأمال، يعني خروج واحدة من اللاعبات عن المسار حتى، وأيضا باقي اللاعبات لم يحالفهم. ولا إذا ما حكينا عن الرباعية أيضا اليوم، يعني كانت أمالنا كبيرة وكبيرة في أداء بعض المنتخبات. هاي البطولة بكل الأسياد له كمية في الأسياد، لأنه فعلا عم تحمل أقوى ناس بالقارة. أنا هلا شايفة قدامي احتفالية عم بيناها هون، وشايفة اللاعبين وروح مميزة عم بتكون موجودة. امبارح الخبر كان فوز زيادة الشيخ وتأهله، عفوا السنة الشيخ وتأهله لربع النهائي. حنان نصار لن أتكلم عليها الحظ، ولكن عندنا من السنة الشيخ إن شاء الله حيبلش منتخب التايكوندو، اللي احنا معلقين عليه آمال كبيرة في المنافسات، يعني عندنا أبطال العالم موجودين التايكوندو كوبي سين ودونيه. أما الكاراتيه فبحنا بنتمنى أن يكون الحظ حليفهم إن شاء الله. أصوات الاحتفالات برضو ظاهرة معنا شوي، يمكن شوي ببعض الكلمات ما كانت واضحة، ولكن اسمحي لي باسم كل كادر القناة الرياضية نوجه لكم تحية كبيرة على جهدكم اللي عم تبذلوه. أنت دائما منور القناة الرياضية بحضورك هون وأيضا بالصين، ما بعرف شو يعني يعطيك العافية بالصين، بس يعطيك العافية بكل اللغات الممكنة. جهودكم دائما مباركة، والتقارير اللي عم تعملوها يعطيكم ألف عافية. خبرني بكره رايحين نتسوق شوي. ما انا انبسطت انه اليوم شوي امبارح غيرتوا شوي جو، يعني يعطيكم العافيه، لود كان كبير عليكم من اول ما اجيتوا، انتم مستمرين بتغطيه هذا الحدث الرياضي، ويعني خير ممثل للقناه الرياضيه انت طبعا، وسعداء جدا بانك اليوم موجوده معنا هون، وان شاء الله الحلقه الجايه حتشرفينا وتكوني بمكانك المحفوظ. تحياتنا لكل اللاعبين، طبعا امنياتنا بالتوفيق بالقادم، وإن شاء الله اليوم بمباراة السنة اللي عم تقام حاليا يكون الفوز حليفنا. تفضلي. تفضلي ميسون، سامعيني. جهود اللجنة الأولمبية مشكورة جدا، علي بقدم لنا مياه من تسهيلات، الزملاء الإعلاميين من القنوات الأردنية الثانية مشكورين على كل التسهيلات أيضا اللي بيساعدونا فيها، وبدي كمان بحضور سمو الأميرة سارة بن فيصل وسمو الأميرة عائشة بن فيصل وسمو الأميرة أيضا آية بن فيصل، وأيضا أمين عام اللجنة، كل المباريات عم بيكونوا موجودين فيها. تحياتي لهم، تحياتي ليلى عيد للمخرج العلاومة، وأيضا حكمت توفيق ان شاء الله لك ولا منتخبنا الرائع. طبعا احنا بنحكي على هاي التغطيه الخاصه بالقناه الرياضيه من الزميله ميسون يونس، يعطيها الف عافيه، والشباب استاذ وليد والاستاذ فايز موجودين معها طبعا لتغطيه كافه مشاركاتنا الوطنيه.